حضرتك قلت لي جملة جميلة جدا، قلت لي أنا مهمنيش الكمية قد إيه، يهمني الجودة، مواصفات الجودة واستخدام هذه الأجهزة، أجهزة دلتا ووتر داخل البيوت المحمية. أنتوا بتقولوا عليها الصوب أو الزراعة المكيفة، مكيفة فرقت معاك في الجودة؟ بالطبيعة. إيه المواصفات؟ إيه اللي أنت حاسه؟ إيه اللي أنت شايفه؟ وفرق تقدر تقوله للفلاحين اللي بيشوفونا؟ في الأحسن في الجودة، الجودة أحسن، تحسن الجودة. بالنسبة لاستهلاكك للمياه، كميات المياه نفسها، كميات الأسمدة فرقت؟ بالنسبة لكمية الأسمدة احنا نعطيها كالبرامج بتاعها نعطيه لها. برنامج سلس عادي معناها بيها ولا ديما هيك هو البرنامج، البرامج نعطيها بيها ولا بلاش، أما ديما هي الفارق هي حسنت في الجودة. الجودة أنا شايف إن الورق نفسه هنا الأوراق كلها سليمة، والمعدل يعني التمثيل الضوئي بالنسبة لهذه الأوراق هيبقى أحسن. ده حصل فعلا في الأماكن دي ولا لو عملنا مقارنة سريعة ما بينها وما بين الأماكن اللي ما فيهاش استخدام الجهاز؟ لا بالجهاز خير، الجهاز أحسن، أحسن عطي نتيجة. أنا عايزك توجه رسالة الناس اللي بتشوفنا دلوقتي، تقول لهم إيه بما إنك مزارع بقالك سنين طويلة في المكان هنا، تقول لهم إيه عن الزراعة في الصحراء المفروض يتبعوا بعض الخطوات اللي منها معالجة التربة والمياه، إيه الرسالة اللي أنت تنصح بيها الفلاحين؟ ننصح بهم يستعملوها الآلة هذه، يستعملوها. راضي عن النتائج؟ راضي عن النتائج، سمح ربنا يوفقك. عايش.